يعني، ونفس الشيء في كل كلاسيكيات العالم يعني. انا جبت لكم من الاخر برشلونه وريال مدريد. والزمالك برضه نقدر نقول يا استاذ عصام ان عنده استعداد خاص قوي لهذه المباراه، يا رب بعد تعود بعد يعني. بعد خروجه من دوري الابطال الافريقي، فممكن جدا كارتيلوني يكون بيستعد استعداد خاص لهذه المباراه، هنرجع على اساس انه عايز يصالح جماهير الزمالك. هنرجع لكارتيرون، لكن في المقابل موسيماني يعلم تماما مدى أهمية اللقاء، كل واحد عنده الدوافع بتاعه. هنرجع لكارتيرون، لأنه كارتيرون منذ يعني تولى إدارة الزمالك لم يخسر أمام النادي الأهلي، هذه واحدة. التانية في مشكلة مهمة جدا بالنسبة له، يعني مش مشكلة بمعناه أن مشكلة يعني بمعناه السلبي، بمعناه الإيجابي، كله بيقول انه يستطيع ان يلعب دائما المباريات اللي امام الكبار. فخلينا يعني ناخد من كلام كابتن عادل ونروح تاني للاستاذ جمال واقول له التشكيلتين اكيد طبعا معاك نسخه، لكن بس الزملاء بيقولوا لي ان يعني القمه في رمضان كانت تبتسم للاهلي، وبيعملوا يعني معادله كم فاز وكم خسر وليه بتبتسم قمه رمضان للنادي الاهلي. اللي عايز اقوله لحضرتك، هل فكره انه مدرب يستطيع احكام قبضته على الكلاسيكو فكره تليق باللقاءات دي، وانها تبقى بشرى او تشكل ضغط على الفريق الاخر زي فكره كارتيرون لا يخسر امام الاهلي؟ دي كلها عناصر تفاؤل وتشاؤم، بمعنى ان انت لما تيجي تعمل لي انا يعني انا بفرق بين التاريخ والجغرافيا والواقع. والواقع دائما لا، لما يعني برضو من ضمن الاحصائيات المهمه قوي في كل تغطياتنا اللي هو عدد لقاءات الفريقين ومين كسب اكتر ومين اتعادل ومين خسر وهكذا. انما هل ده معناه انك تاخد منه، عايزين العدد يا جمال لو سمحت، مباريات الفوز والتعادل والخساره، هل تقدر تاخد من اي احصائيات مجال لانه خلاص انت تقدر تقول المباراه القادمه تنتهي لمين؟ اطلاقا لا يمكن، طبعا لا يمكن، لسبب لان الظروف بتختلف. يعني قد يكون احصائيات دي بتتعمل لرفع الروح المعنويه مثلا للعيبه الزمالك، او هو كمدير فني كارتيرون يفخر انه في كذا لقاء بينه وبين الاهلي انتهى لصالحه. انما هل ده معناه انه خلاص طالما هو كده يبقى النتيجه كده ملهاش علاقه؟ بالعكس، ده ممكن الفريق المنافس وهو النادي الاهلي برضه يكون حاطط هذه النقطه امام اللاعبين كهدف، كحافز ان الراجل ده كسب مرتين او ثلاثه او ايا كان العدد. فالقصه يعني مش قصه ايه، انها حقائق تفرض وجودها على اللي جاي. اللي جاي ده حاجة لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. والتسعين دقيقة ممكن يبقى في عنصر تفاؤل بشكل أو بآخر، بس لا يمكن تبني عليه توقعاتك الفنية للمباراة وسيرها. بالظبط. كابتن عادل، في رمضان 12 مرة ودي 13، 6 فوز للأهلي، 3 للزمالك، 3 تعادل، آخرهم 20-13. معانا على كرسي ذا فويس ايجيبت، حقق حلمك. صوتك حلو، بتعرف تغني، بتعرف تقلد كاركتر ممثل أو مطرب مشهور. برنامج ذا فويس ايجيبت بيقدم لك فرصة ذهبية. دلوقتي تقدر تشارك معانا في برنامج ذا فويس ايجيبت. للمشاركة لجميع الأعمار كلمونا على 011-041-60-317. The Voice Egypt، انت النجم.